ارتاح وطمن ايامك وزرع جناين وابني قصور، لكن ما تنساش احلامك شجرها عالي ملوش فزور. لما اجي هنتكلموا في الموضوع ده، كمان تكوني شديتي حيلك شوي. تصبح على خير. وانت من اهل؟ تنسيش لازم تاكلي حاجه قبل ما تنامي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. استر يا رب. طيب يا سعاده الباشا، نشوفه معاليك بكره ان شاء الله. تأمرونا بحاجة تاني؟ اتفضل معالي. اتفضل يا سيدي. تتصبح في الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كويس انك جيت بدري الليلة. خير؟ في حاجة ولا ايه؟ انا لسه قافل مع سعادة عزيز باشا الشهابي، وعمرنا نروح لبكرة بمشيئة الله. بكره ميتة يعني؟ اهو ميعاده عشية، بس ناخد طيارة الصبح. طب بدل الميعاد بالليل هناخدوا طيارة الصبح ليه؟ أمال هننزلوا عليه من الطيارة كده؟ مش نروح الأول شقة أخوك نريحه ونغيره وناخدوه معانا؟ والأهم نستنوا الزيارة المعتبرة اللي بتحضرها أمك والحريم جوه، نطمنوا على وصولها وناخدوها له معانا. إلا مشوار ضروري منيه يا ولدي، واللي جرى في اليمين دول لهانا عنيه وخلانا ناخروه، وانا ما عاوزش ناجلوه اكتر من كده الا الراجل يزعل، والا زعله ده عاد. بوح على الشجا يا ناس، ما اقولكش انا والحريم وصينا اتكسر من قلبه الحياه. اعطيكم العافيه. المهم خلصتوا؟ الحمد لله وخلصنا. واللي عملتوه ده حاجه تشرف برضك؟ ايه السؤال ده؟ انت ما عرفنيش ولا ايه؟ لا عارفك عارفك. والرجال ينقلوا العربيات على كده؟ هم بيستفوها ويطلعوا بيها على مصر كمان شويه ومعاهم العربي. استنوكوا بكره ان شاء الله في شقه بدر. اسم الله. براو عليك. انا هقوم، انا ما قدراش ربي العالم بيا.
والله حقك، وانا حقوم معاكي برضك عشان حصحى بدري بكره الصبح. والله فرصة عشان اتسند عليك وانا طالعة. معلش تسندي، تسندي يا اختي عشان تعرفي اني في الاخر مالكيش سند غيري. اعرفها والله، يخليك لي. ويخليكم لبعضيكم. اه بقول لك ايه كمان، كلم اخوك بدر دلوق وادي له خبر. حاضر يا ابوي. بعدين راكدة عيانة في جنة دي، انا وعدتها اني اكون عنديها الصبح، هعمل معاها ايه دي بس؟ اتفضلي. ميرسي. على فكرة أنا أول ما جيت الشركة ولقيت الوضع بالمنظر ده، اديت جزا لكل الموظفين. ليه؟ هو المفروض الوضع يبقى إيه هنا؟ لا، المفروض الوضع يبقى حاجة تانية خالص. المفروض تيجي تلاقي وردة على الأرض، مزيكا في استقبالك. مش مصدقاني ها؟ لا طبعا. عموما انا عارف ان انا حظي معاكي كده، بس انا متاكد ان حظي ده هيتغير قريب. طب ممكن بقى نتكلم في الشغل؟ قوي قوي زي ما انت عايزه. معلش سوري ثانيه. الو. اه يا بدر، هو كمان ما قالكش عشيه ان احنا جايين النهارده ولا ايه؟ لا قال لي يا ابوي. هو انتوا عندي في البيت دلوقتي؟ اه يا سيدي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بس انت امال ما استنتناش ليه؟ اصل انا كان عندي ميعاد مهم جوه في الشركه، فقلت اخلص واجي لكم على طول. حاضر يا ابوي. بس هو مش الميعاد بتاع عزيز بيه بالليل برضك؟ اه بس احنا عاوزين نقعدوا معاك شويه، متوحشينك يا اخي. هو انت ما توحشتناش ولا ايه؟ لا كيف ده يا ابوي. طب يلا عاد. حاضر حاضر، خد راحتكم لحد ما اجي. عناية يا ابوي. حاضر، مع الف سلامة. مع السلامة. معلش ده الوالد. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. طيب انا همشي بقى لان يظهر اني معطلك. لا 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 خالص. متأكد؟ ايوه طبعا. انا خايفة بس باباك يزعل وابقى انا السبب. لا 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 ما تشغليش بالك خالص، اتفضلي اتفضلي. انت حر. بس على فكرة. ايه؟ كلامك بالصعيدي يجنن. لا والله عجبك؟ جدا. طيب الحمد لله ان في حاجه عجباكي. يا مرحب يا مرحب بالست ام الزين يا حبايبي. يا اهلا يا اهلا. ليكي وحشه يا حبيبتي. يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. ايه النور ده؟ النور نوركم يا حبيبتي، ربنا يتمها بخير. تسلمي لي. نحط الحاجة دي فين يا حاجة؟ والله ما أنا عارفة أقول إيه. بس دهب بنتي يا دهب. يا نعم. أيوة يا ست الحاجة. وري الجماعة يحطوا الحاجات دي فين. حاضر، اتفضلوا معاي. بس يا ست اسماء فينو ده كله؟ ده ما يجيش من بعد خيركم، ده لو كان بيتنا كنا جبنا لكم نجوم السما معانا. تسلمي لنا يا حبيبتي. يا ست الحاجه. ايوه يا رمضان. لو مؤاخذه البهايم اللي بره دي هنحطوها فين؟ بهايم ايه دي؟ كم خروف على عجل مش هيقهم العريس على ترومبيل بره. كتير ده والله والله كتير. ولا كتير ولا حاجه. ايه يا حاجه؟ عريسه فرحان بعروسته، ربنا يسعدهم. ويسعدك يا حبيبتي ويسعد لك عيالك ان شاء الله. ها ست الحجة نحطهم فين؟ حطهم في حجري، حطهم في الزريبة بهايم. ما تحط فين البهايم؟ حاضر. الا فين عروستنا يا حجة كمالات؟ في ايه بس يا عالية؟ ده اللي يشوفك كده يقول بعد الشر سايقينك لقضاك. انت بتقولي فيها؟ اعوذ بالله. ليه بس يا حبيبتي؟ لاني ما عاوزاش ما عاوزاش. حد يقول كده برضك؟ ايوه انا. طب ما عاوزاش ليه؟ لاني بني ادمه. وهو حد قال غير كده؟ ايوه، لما ما حدش يستعنى ياخد رايي يبقى مش معتبر اني بني ادم. لا مش معناته كده. امال معناته ايه؟ معناته انهم عارفين مصلحتك وبيعملوا ليه. انا اللي اقول مصلحتي فين مش هم. طب هم اختاروا لك عريس عفش برضك؟ انا اللي اقول. في عرف مين ده؟ يمكن صح مش في عرفنا،
لكن دي في شرع ربنا. شوف عاد عاد داخلها في ايه يا بنتي. انت شفت العريس دي؟ انا شفته جدع زي القمر. بكره لما تعرفيه وتعشريه هيبقى كل دنيتك، وهتستعجبي على عمايلك دي. اديني قدامك اهو. الاول كنت لطيف كمال اخوك دي، لا في سما ولا في ارض، لحد ما خالي حكم عليا ان اتجوزه، واديكي شايفها بقيت غلاوته عندي كدة. يا ست نوار، يلا يا ست، ست الحاجة بتستعجلكم تحت. حاضر، نازلين اهو. يلا يا عالية، يلا يا حبيبتي، وامسحي دمهتك دي احسن حد يشوفها وتبقى فضيحة. الحمد لله، الطيبون للطيبات. يبقى خلاص عاد اهو الزين خد الزينة. نبي اما حلوه صح زي الناس ما بتقول واكتر والله يا ولدي. واه يعني انا هضحك عليك يا زين؟ يعني هي حلوه قد ايه كده يعني؟ يعني ايه قد ايه؟ قصدي يعني شبه مين يما؟ والله ما شفت في حلاوتها حد. يا سلام، والله امها الحاجه كمالات، اسمها كمالات وهي كمالات. يما خلينا فيها هي دلوك يما. واه ما قالت لك انها حلوه؟ بس ما وصفتها ليش. اوصفها له يا اختي بر ديناره. انا ما عارفاش اوصفها له. اقول له ايه يعني؟ قولي له يعني مثلا انها طويله ولا قصيره، بيضه ولا سمره، تخينه ولا رفيعه. اهو قال لك اهو. هي عاد في كل دي بين البنين. طب وعنيه؟ دبلي. والحنك خاتم سليمان، اما خدودها عاد فكل خد عليه وردي. والنبي يما انت كانك بتهرجي. طب اسال خالتك توحيدة، هي كانت معاي وشافتها. افضحونا عاد. ليه؟ ودي فيها فضيحة ايه دي؟ ما تتقل امال يا زين، ما تبقاش خفيف. انت مش هتشوفها؟ هشوفها ميتة. ابوك قدامك اساله. هشوفها ميتة يا ابوي. لما ابوها يعاود من مصر، مش امك بتقول انه سافر؟ ايوه. طب وهو هيعاود ميتة يما؟ ما عارفاش، ما سالتهمش. ربنا يسوقك يا برسلان. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا همام بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، منورين. زي سعادتك كده برضو يا راجل. طيب ده انا قلت خلاص يا نسينا يا رجع في وعده. واه هو انا اقدر برضك يا باشا؟ امال ايه يا سيدي الغيبه الطويله دي والانتخابات على الابواب؟ والله شوية مشاكل كان شغلاني. ما انت خابر بلادنا ومشاكلها اللي ما بتخلصش. أيوة أيوة أيوة. عارف، بس مش الحمد لله خلاص خلصت وفضلت لنا؟ الحمد لله. بس اوعى اوعى المشاكل دي تأثر على اتفاقنا الخاص بالانتخابات. لا 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 لا، واصل يا باشا واصل. طيب الحمد لله. الله، انت مش هتعرفني بالأساتذة ولا ايه؟ أيوة ما تأخذنيش يا باشا، ده ولدي الكبير كمال المحامي. اهلا وسهلا. ده ولدي الاصغر منيه بدر المحاسب رجل الاعمال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا اقعدوا. كتر خير سعادتك. ها تشربوا ايه؟ يا اللي تؤمر بيه معاليك. ويسكي؟ ايه ما بتشربوش؟ انا؟ لا. طب انت لا؟ طب الشباب دول؟ والله ما اعرفش، لكن حتى لو كانوا بيشربوا هما ما يقدروش يشربوا قدامي. يا اخي سيب كل واحد يتكلم عن نفسه. ما انا اصلي عارف، ما هي تقاليدنا كده يا عاد. عموما يا سيدي ده شيء جميل، ما هو الصعيد موطن الاصاله. تشكر يا باشا.
هات لنا عصير فريش يا ابني. حاضر. طيب الاستاذ كمال وعرفنا انه محامي يعني بيشتغل في القضايا. الاستاذ بدري بقى باعتباره رجل اعمال بيشتغل في ايه؟ هو ولدي كمال صح محامي وليه مكتب في جنه، لكن ما بيشتغلش في الجوار، ده دراعي اليمين هناك في البلد وماسك تصدير الفاكهه. وبعدين معاك يا امام، انت برضه مصمم؟ يا اخي سيبهم هم يتكلموا، انا عايز اسمعهم، ولا دي من تجارتكم برضه هناك؟ لا خلاص خلاص، اديني سكتت انا. او كده. ها بدر. والله يا باشا انا بودير اعمال الاسره من خلال يعني مجموعه استثمارات متنوعه، اخرها قريه سياحيه. انت بتقول استثمارات متنوعه، بس ما دام خلصت مشروع القريه السياحيه بالكلام عنها يبقى غالبا دي اكبر استثماراتكم، صح؟ يعني تقريبا كده يا فندم. طيب استثماراتكم فيها حوالي قد ايه مثلا؟ يعني حوالي 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه؟ بس ما تستغربوش يا جماعه، الاستثمارات المعقوله الايام دي ما تقلش عن نص مليار دولار. الحاجات اللي بتتكلموا عنها دي سواء كانت قرية سياحية أو تصدير فاكهة أو مش عارف إيه، تعتبر في استثمارات الأيام دي كلام فاضي، حاجات قليلة جدا جدا فتافيت. عموما يا همام بيه، إحنا بعد الانتخابات إن شاء الله هيبقى في بينا كلام في استثمار عملاق، استثمار بحق الحقيقي بقى. بارك الله في معاليك. سعادتك يا هاني. المدام نادين بنتي. يا اهلا وسهلا. ده يا ستي السيد همام رسلان، ودول الاستاذ كمال والاستاذ بدر ولادهم. اهلا يا همام بيه. ايه الحاجات الكتير اللي انت جايبها دي؟ ده فضلة خير سعادتك يا هاني. بس ده كتير، ده جايب حاجات كتير قوي يا عزيز. كرم الصعيده بقى يا حبيبتي. عموما يا سيدي احنا متشكرين. تشكر معالي. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في حجم الاستثمار الايام دي. معقولة يا عزيز؟ ده وقت الكلام عن الاستثمارات برضو. انا اسف حبيبتي معلش. صحيح انتوا قاعدين تعملوا ايه يا شباب؟ يلا قوموا عالجنينة. يلا نادين خديهم يا حبيبتي ويلا. حاضر يا دادي اتفضلوا. نتكلم احنا بقى في الموضوع الاهم. ايه بقى هو الموضوع الاهم؟ الانتخابات طبعا. قول لي بقى يا همام، ايه وضع الدايره عندكم؟ زي الفل. لا ده كلام عام، انا عايز كلام محدد. سعادتك عاوز تعرف ايه؟ يعني في حد مثلا ناوي يرشح نفسه قدامي؟ محدش يقدر. ولو قدر مين اللي هيمنعه؟ أنا. إزاي؟ ده شغلي أنا. أوكي بس خلي بالك يا همام، أنا لو انسحبت منها لأن حد نزل قدامي ده هيساوي بالظبط سقوطي فيها. ما تعتلش هم المعالي، أنا اديتك وعد وأنا المسؤول عنيه. سعادتك هتاخدها بالتزكي، يعني هتاخدها بالتزكي. زي سعادتك يا هاني. الحمد لله يا همامي. قلت لي بقى انت خريجه اداره اعمال مش كده؟ من الاي سي السنه دي. طب وبتفكري تشتغلي فين بقى؟ لا لسه ما فكرتش. طب لما تفكري بيقولي لي. ليه؟ عندك ليا شغل؟ يعني ممكن، ليه لا؟ اوكي بس على فكره انت ما يبانش عليك انك صعيدي خالص. يعني هو المفروض يبان عليا ازاي يعني؟ لا مش عارفه. لازم يعني ابقى مكشر ومبرق والحاجات دي؟ لا مش قصدي خالص، قصدي يعني انه بيبان من الكلام. عموما انت لو جيتي معانا البلد في اي وقت وسمعتيني وانا بتكلم هتتاكدي ان انا صعيدي. ايه ده؟ هو انت عايش هنا في القاهره؟ لوحدك؟ للأسف. وللأسف ليه؟ حد يكره الحرية؟ لا طبعا ما حدش يكره الحرية، بس يعني شغلي ما بيسمحليش بالحرية دي.
شغلك يعني سامح لك خالص خالص؟ يعني على خفيف كده. ايوه كده اعترف. طب والاستاذ كمال؟ كمال الانسه نديم بتكلمني. ايوه. لا ده مش معانا خالص. لا معلش انا اسف لا مؤاخذه يعني. طب كنت سرحان في ايه؟ كنت سرحان في ايه؟ مفيش. ايه بتفكر فيها؟ فكر فيها؟ هي مين دي؟ ما اعرفش اسال روحك بقى. مفيش ما بفكرش في حد يعني. الله ومالك اتخضيت كده؟ هي تهمه يا ابني. لا اصل كمال مالوش في الحاجات دي خالص. كمال كل اللي في دماغه مراته وبيته وبس. وانت بقى زيه كده؟ انا منين يا حسره؟ انا ما عنديش. طب بعد اذنكم يا جماعه هعمل تليفون اطمن على الشغل بس. اتفضل. الو. ايوه يا كمال والله كويس ان انت لسه فاكرني. غصب عنك ان انت ما تسالش عليا كل ده. والله غصب عني يا حوريه. اصل لما روحت من عندكي ابوي صمم اننا نسافر مصر عشان نقضوا شغلانه سريعه كده. وانت عارفه عاد ابوي وتحكماته. واعرفه منين؟ هو انت كنت عرفتني عليه مثلا؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا حوريه. قلت لك معلش. معلش معلش على ايه؟ ما العذر اللي انت بتقوله ده ما يعقلش. كيف ده يعني؟ طبعا لو ما كنتش قادر تيجي وتطمن على مراتك ما كنتش قادر برضو تمسك التليفون وتسال عليا. عايز نصدق ان الدنيا كلها كانت حواليك ال 24 ساعه؟ والله العظيم من ساعه ما سبتك ما قعدت لحال دقيقه واحده. على طول مع ابوي ومع اخوي. ودلوقتي انتهزت فرصه انهم مشغولين مع الناس بالكلام. قلت ابعد شويه واطلبك واطمن عليك. وبعدين معاك عاد يا حوريه. قلت لك خلاص حقك علي. المهم طمنيني اخبارك ايه دلوقتي؟ انا كويسه. صوتي ماله صوتي؟ لا اطمن انا كويسه. طب انت هترجع امتى؟ بكره ان شاء الله. وطبعا هتروح على الست نواره الاول. لا نواره مين؟ انا من مطار الاقصر عليك عدل. بقول لك ايه؟ مش عاوزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ لا انا مش عايزه اي حاجه. ولا حتى سلامتي؟ لا طبعا عايزه سلامتك. من قلبك؟ هو انا اللي مؤديني في داهيه ده غير قلبي معاك. طبعا ليك حق تضحك. طب بقول لك ايه؟ هسيبك انا دلوقتي واشوفك بكره على خير ان شاء الله. مع الف الف سلامه. مع السلامه يا كمال. ها ما قلتليش انطباعك عن الراجل. مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ يعني لهجته وهو بيتكلم بحس ان هو واثق من نفسه، لكن نظره الاجرام اللي في عينيه تخليني اخاف منه في نفس الوقت. تخافي؟ تخافي ليه بقى؟ اخاف من تصرفه. يا حبيبتي احنا لينا النتيجه. احنا مالنا التصرف. احنا مالنا ازاي؟ ده احنا مالنا ومالنا. ليه بقى؟ افرض اتهور. يا ستي ما يتهور. ولو المساله وصلت لسين وجيم الكلام ده مش هيمسك؟ تمسني انا؟ لا طبعا. وبعدين اطمني يا حبيبتي مش هتوصل للتهور. مش عرفك. انا فاهمك. صحيح المساله في الصعيد قايمه على العصبيه والقبليه، انما برضو الامكانيات الفرديه ليها اعتبارها. برضو مش فاهمه يا عزيز. يا حبيبتي همام ده ليه كلمة في الصعيد على الناس كلها. تفتكر؟ طبعا. انت ناسيه ان انا من هناك وفاهم المسائل دي بتتم ازاي. ياه هو قوي للدرجة دي؟ واقوى مما تتخيلي. امال انا اخترته ليه؟ طب وانت عرفته ازاي؟ من اول يوم قررت ارشح نفسي فيه هناك وانا السي في بتاعه في درج مكتبي. ها ولقيت ايه في السي في ده؟ تخيلي يا نانو همام ده يعتبر الجاد فاذر بتاع المنطقه دي كلها. ياه همام ده الاب الروحي بتاع المنطقه دي كلها. يس.
حورية حورية. حورية حورية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ها عامل ايه دلوقتي؟ أحسن الحمد لله زي ما أنت شايف. الحمد لله أنا شايفك أحسن برضك. يعني؟ لا يعني إيه؟ يبقى خلاص بكرة الصبح بدري إن شاء الله نروح للدكتورة ونطمن. تطمن بكرة؟ للدرجة دي مستعجل قوي؟ بس النهاردة مش هينفع، لازم أروح إن شاء الله بكرة نروح للدكتورة. وبعدين أنا شايفك بتتحسن يعني. آه وبعدين انا قلت لك اكتر من 100 مره بلاش تقول كلمه اروح دي لانها بتجرحني، بتحسسني ان وجودك عند نوارة هو الطبيعي وان انت موجود هنا. يعني خلاص خلاص يا ست حاجك عليا، انا كمان بحس ان بيتي هنا برضك والله. معلش هي بس زلت لسان كده يعني. وبعدين بقى انا لا هروح للدكتوره النهارده ولا هروح لها بكره. الله ليه بس يا بنت الناس؟ لان الموضوع بسيط وانا ما عنديش حاجه، انا حاسه بنفسي. معلش نروح برضك للدكتوره بكره وبعدين نكرر. بصراحه بقى انا عايزاك تكرر في موضوع تاني خالص. موضوع موضوع ايه ده؟ اروح اسكندريه. اوه تاني برضك يا حوريه؟ مش قلنا الوقت مش مناسب دلوقتي عشان فرح اختي عاليه واني لازم اكون موجود هنا على طول؟ ما هو ده السبب الاساسي اللي مخليني عايزه اسافر اسكندريه. وبعدين يعني ما ينفعش يبقى فرح عاليه اخت جوزي وانا ما احضرهوش، وكمان بقى ماما وبابا وحشوني. ده انت اللي هتغيبه يوم واحد بس، هتروح توصلني وترجع تاني. ان شاء الله قومي انت بالسلامه بس وبعدين نشوف. انا بقيت كويسه، وبعدين يا سيدي لو حسيت ان انا تعبانه هبروح لاي دكتوره هناك. وبعدين يعني غير كل ده لو قلت لك عشان خاطري هقول لك ايه بس. حاضر يا ستي عشان تعرفي غلاوتك عندي. ربنا يخليك ليا. ليه بتقوليها كده من غير نفس؟ لا ابدا بنفس. طيب هقوم انا دلوقتي، اصل جيت من مصر على هنا على طول، مش عاوز حد في البيت يسالني كنت فين وبتعمل ايه. مع السلامه. الله يسلمك، خدي بالك من نفسك. حاضر هاخد بالي من نفسي. سلام يا جناب البيه. الله يسلم. انت واقفه هنا بتعملي ايه؟ مستنياك. مستنياني يعني ليه؟ يعني عاوزه اطمن عليك. تطمني عليا من ايه؟ هي مش الواحده منينا يعني لازم تطمن على الغايب. على اي غايب؟ وهو حضرتك بردك يعني اي غايب؟ امال انا ايه؟ غايب غالي غالي قوي. جاوي جاوي شوف عاد لما يكسفني في الكلام. قصدي شكلك وانت مكسوفه كده يعجبني جاوي. اه ما هو ده بس اللي بيعجبك فيه. لا مين قال كده؟ اها انت اللي بتقولها. انا قصدي بيعجبني اكتر. يا سلام. اه طب بصي خدي دي. ايه دي؟ دي بسبوسة، بسبوسة بالقشطة جبتها لك من مصر. ليه أنا؟ آه يعني أنت افتكرتني وأنت في مصر؟ أمال إيه؟ خدي
لا ما اقدرش. ليه؟ ست الحاجة تموتني. خديها غير ما تقولي لها. وانت عاوزني ادس عنيها حاجة زي دي؟ حاجة بسيطة ما منهاش ضرر. خديها. ما اللي يدس الصغيرة يدس الكبيرة. كبيرة؟ كبيرة زي ايه يعني؟ زي معزتك دي اللي بتقول عليه. اي ايه في ايه؟ الناموسه دخلت في عيني طرفتها. وري كده. طب هنفخها لك. دي ناموسة. ناموسة طرفت لها عينها. ناموسة. أنا شفت هالناموسة دي. أنا توقعت كده برضو. متوقع ايه؟ انك مادام خلاص خدت نمرتي يبقى خلاص هتفضل تتكلم. يعني انا مكالمتي مضايقاكي بقى. انا قلت كده. يعني اقفل ولا ما اقفلش؟ والله كل واحد حر. هنا من فضلك بلاش طريقه الكلام دي معايا، ولو سمحت انا عايز نتكلم بجد. نتكلم. طيب مش هنكمل شغلنا في الالبوم بتاعك؟ هنكمل. امتى؟ قول انت. على طول فورا، احنا ما عندناش اي وقت نضيعه. كلام جميل. يعني هشوفك خلاص؟ افتكر كده. طب عظيم. طب قولي لي بقى تحبي نتقابل فين؟ هو ايه اللي فين؟ في الشركه عندك طبعا. وطبعا ليه؟ انا كنت حاسه كده برضو. ولو سمحت ما تفهمنيش غلط. امال ايه الصح؟ الصح ان ده شغل، وفي حاجه معروفه جدا في الشغل اسمها غداء عمل. على فكره انا في شغلي بهتم جدا بغداء العمل ده. ولا انتي لسه ما اطمنتليش ولا ايه؟ بصي السكوت علامة الرضا، وانا هعتبرك وافقتي، وهقولك بقى نتقابل فين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ابويا ابويا. ازيك يا منذر؟ وحشتني. خد جبتلك حاجة حلوة. يا واد انا مش 100 مرة قلتلك بطل جلع العيال ده وخليك راجل. ما انا راجل. ولما انت راجل تعمل كده ليه لما ابوك يخش من بره؟ انت بتشوفه بيعمل كده زيك لما اخش انا من بره؟ ممكن ما بيتوحشكش. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت فين امها؟ انت مالك انتي؟ انت مالك؟ مش 100 مرة اقول لك ما تسأليش كنت فين ورايح فين؟ اصل خالي عوض لحاله وانت كنت معاه. مهما كان برضك. هي علامة زي الزفت، تعلمتها من الناس. ايوه يا ابوي. بس انا عمري ما سمعت امي بتقول لك كنت فين ورايح فين. انا اللي بطلته لها الطبق الماسخ ده. بس بعد ايه؟ امال فين علي؟ في اوضتها. اوضتها؟ ما قعدتش معاكم ليه؟ ابدا ما فيش. بس هي ما فيش غير عاليه اللي تسال عنيها. لا انا واعيلكم قاعدين مع بعضيكم فقلت اطمن عليها. يا بختها. شوف حديد الحريم اللي يكيد ده عاد. ما علينا. على ذكره احنا هنخلصوا موضوع نكتبوا لها وندخلوها على عريسها الخميس الجاي بمشيئه الله. والله احنا هنلحقوا على كده؟ لازم تلحق، هي ناقصها حاجه ولا هنقعدوا فيه الموضوع ده سنين. احنا ما فاضيينش، ورانا شغل كتير. ثم انا خلاص عزمت عزيز باشا الشهابي وعيلته هيجولنا. عشان كده يا كمال عاوزك توصل الشيخ زهران وتقول له عشان يجهز وتكلم اخوك بدر. حاضر يا ابوي. بس بقول ايه بعد اذن حضرتك، يعني انا هروح اسكندريه بكره. صدق ردك واجي على طول. في ايه في اسكندريه؟ هراجع حساب البنك في عمليه التصدير الاخرانيه دي. ما تخليها بعد الفرح. لا انا مش هعوج، حاجي على طول. سحابه نهار بس. طب زي بعضه بدل ما هتعوجش. ان شاء الله. هقوم اخد دش وانا على شويه. حصرينا نوره. عاوزه مني حاجه يا مرات خالي؟
عاوزاك ورا جوزك يا حبيبتي. تسلمي لي. وانا كمان هسبح ونعس. تبقى دهب اللي تحضر لك الحمام يا خال. يا دهب اي حضر الحمام لعمك الحاج. حاضر. استني يا بنت. نعم يا مستر الحاج. امشي انت خش على جو احضره لك. طب انا فوق توطي تستني. هيا يا سيدي انا كلي اذان صاغيه. طيب بس لما يجي الغدا الاول. اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ مش احنا عندنا غداء عمل؟ غداء عمل؟ ماشي يا سيدي. بس انا هنتهز الفرصه لحد ما الغدا يجي وهكلمك في موضوع مهم قوي. اتفضل. بس بقول لك ايه؟ الموضوع اللي انا هكلمك فيه ده ما يحتملش طريقه كلامك اللي انت متعوداها معايا. لا 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 ما تقلقش، اتكلم براحتك بس بدون مقدمات. خلاص اوكي. انما انت يعني ما سالتنيش انا اشمعنى اخترت المكان ده بالذات. عشان عارفه انك بتحبه. لا شفتي بقى؟ انا اخترته لسبب تاني خالص. ايه هو؟ عشان المكان ده احنا اتقابلنا فيه اول مره. انا بحبك. ايه ما ردتيش يعني؟ عاوزني ارد اقول ايه؟ ردي يعني قولي لي اي حاجه جاوبيني. طب انا هسالك سؤال. ايه؟ انتي حسيتي بشعوري ناحيتك؟ حسيت. طب وانتي حاسه ايه يعني؟ شعورك ايه من ناحيتي؟ طب اقول لك بلاش تردي، بس انا هسالك سؤال واحد وتجاوبيني عليه ومش عايزه اكتر منه. ايه هو؟ ادي لنفسي امل. بصي يعني انا عايزك تجاوبيني بصراحه، صدقيني حتى لو اجابتك دي كانت بلا يعني صحيح طبعا انا هزعل جدا، لكن صدقيني هحترم مشاعرك وايا ما كانت اجابتك مش هياثر على الشغل اللي بينا خالص. بدر انا فعلا ابتدت تبقى في مشاعر جوايا من ناحيتك، لكن انا بهرب منها. تهربي منها ليه؟ عشان خايفه. خايفه مني؟ بصي هنا انا عارف ان صدرت مني تصرفات في الاول يمكن تكون قلقتك مني، لكن صدقيني انا بحاول باستمرار ان انا اغير الصوره دي وافتكر ان انا نجحت، مش كده ولا ايه؟ يعني طب انا هقول لك على حاجه، ادي لنفسك فرصه تتاكدي فيها من حقيقه مشاعري، وانا متاكد ان الفرصه دي هتبقى في صالحي. الغدا جاهز يا فندم. طيب اوكي اتفضلي. اصل خالي خلاص قمر. متى؟ الخميس الجاي. على طول كده؟ يا مراري ليه الفال القفش ده يا علي؟ في عروسه تقول على فرحها كده؟ فرح؟ كان فرح جاك؟ ايوه فرح وفرح كمان. يلا عاد على ما اشوف اخوكي تلقيه طلع من الحمام، واول ما ينام اجيكي عشان نشوف ورانا ايه ونحضره. يلا عاد. عاوزه نعمل ايه؟ قومي اتنشطي كده بدل قعدتك دي. استني، هو انا يعني هسكن عنديهم هناك؟ وانت هتسكني وبس، ده انت هتنامي في حضن سميها. سميه الزين كمان؟ امال عاوزه تنامي في حضن امك؟ لا لا هو ولا امي ولا اي حد، انا متعوده انام لوحدي. اهو كلام، وبكره نشوفه لو بعد عنيكي ليله واحده بس. انا؟ طب والله. طب خلاص
نكمل كلامنا بعد ما اروح انيم اخوكي. ما الواحده منيني بتنيم جوزها زي ما بتنيم ولدها الصغير، وانت هتعملي كده؟ الحساب هتشوف كيفك.